حي الزمالك، ما تقدرش تقول زي سدر السمك، ما تقدرش الى اخر هذه الامور. لا، جعل الله الناس درجات وجعلهم متفاوتين حتى في ارزاقهم. والتقى والكرم لا تكون بارتفاع المال على الاطلاق ولا بالثراء هذا، انما هي في تقوى الله جل وعلا. اذا قلت لم تجعل الشريعه حدا لكثره المهر ولا لقلته ايضا، لان الناس يختلفون في الغنى والفقر، يختلفون في السعه وفي الضيق. واحد مثلا عنده فيلا، الثاني عنده شقه بسيطه الى اخر هذه الامور، لا عمره ما يفرش مثل ما هذا يفرش الى اخره. ولكل جهه عاداتها وتقاليدها. كمان احفظوا من الحته اللي جايه دي، ما اقول ولكل جهه عاداتها وتقاليدها، اعلموا كما قال ائمتنا ان الاحكام تنقسم الى قسمين، احكام ثابته واحكام متغيره. فالاحكام الثابته معروف، اما الاحكام المتغيره فهي تتغير باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف العوائد واختلاف التقاليد والاعراف التي لا تصطدم بشرع الله جل وعلا. احفظوا فهذه لآلئ فقهية، احفظوها أو إن شئتم فسجلوها. قلت بإذن الله جل وعلا تركت الشريعة التحديد للطرفين، تركت شريعة التحديد للطرفين ليعطي كل واحد، ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته وحسب ما يفعله أهل عشيرته أو قبيلته أو مدينته أو ما شابه ذلك. والنصوص كلها جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا شيء واحد. احفظوها مني، أجيب لك كلام أبي حنيفة، كلام أحمد إلى آخر هذه الأمور. قلت مرة ثانية، النصوص كلها تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة، إلا أن يكون شيئا له قيمة. مرة ثانية، إلا أن يكون شيئا له قيمة. احفظ معي، بغض النظر عن القلة والكثرة، بغض النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون مثلا المهر خاتما من حديد، ويجوز أن يكون قادحا من تمر، ويجوز أن يكون تعليما لكتاب الله جل وعلا، تعليما لكتاب الله جل وعلا، أو تعليما لعلم شرعي. ولذلك إذا تراضى المتعاقدان جاز ذلك. يبقى الشرط عندي أن يتراضى المتعاقدان، سواء تعليم قرآن، سواء تعليم علم شرع نافع، أو كان ذلك عبارة عن خاتم من حديد أو حتى طعام أو ما شابه ذلك. الأدلة إيه؟ بقول لك عن سهل بن سعد، مرة ثانية عن سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت له يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. ولذلك يقول جل وعلا وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. مش أحيانا واحدة تتصل علي تقول لي على فكرة أنا متزوجة بس بدون علم حد، إزاي؟ تقول لي أنا قلت له وهبت لك نفسي. هو كان نبي، هو كان النبي محمد وله خصيصة صلى الله عليه وسلم، إيه الجهل ده؟ وفي واحد يبقى شطان في ثوب كده، واحد يعني كأنه فاهم الدين أو رجل ملتزم، لا بس تعال 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 قولي لي وهبت لك نفسي، تقول وهبت لك نفسي، فيقعان في الزنا والرذيلة والعياذ بالله جل وعلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالطيب، أهلا وسهلا. الله يحييك جزاك الله كل خير. الله أن يبارك في عمرك. وأسأل الله أن يسدد خطاك وأن يجعل ذلك من ميزان حسناتك. بارك الله فيك. وأن يصيبك وأن يحفظك من كيد الكائدين. آمين آمين. وإجرام المجرمين. آمين. وأن ينفع بك المسلمين. آمين. وأن يخلص منك النوايا. واجعل عملك خالصا لوجهك الكريم يا آمين رب. امين امين امين. اللهم امين. بارك الله في عمرك ولك بمثل. طيب السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يحفظك ويبارك في عمرك. لي صاحب زنا مع المسيحيين اكثر من مره واثنين. زنا ايه؟ زنا مع مسيحي أكثر مرة واثنين. مع رجل يعني؟ لا مع امرأة. لا مع امرأة. مع امرأة كتابية. ماشي. أكثر مرة واثنين، إيه عقابه أو يعمل إيه يعني يتوب من اللي حصل به؟ حاضر يا حبيب، حاضر حاضر. أجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ، لو سمحت بالله عليك يا شيخ، انا بس
وعارف مشكله جامده بيني وبين زوجي وعايز نعمل تليفونك ضروري يعني. حاضر وانا موجود حتى لو زوجك يكلمني بعد الدرس مباشره. حاضر على راسي. السلام عليكم. طيب اخذ بقى كفايه عشان اجيب دي. هو بيقول لي صاحب زنا مع امراه كتابيه. البعض بيتخيل يا جماعه انه لو فعل الفاحشه مع غير المسلمين يعني مع امراه غير مسلمه كانه بيقول لك انه معليش حاجه. لا 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 لا, لا. هذه مصيبه, هذه مصيبه. الزنا زنا, الزنا زنا. لكن بما اننا في زمان غابت فيه شمس الشريعه وليس هناك شرع مطبق في اي بلده عربيه او اسلاميه حتى اكون صادقا كاملا, فاقول على هذا الرجل أن يستر على نفسه من باب قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهر. قيل من المجاهر يا رسول الله؟ قال الذي يستره الله ليلة فيقوم فيرفع ستر الله عنه فيقول فعلت البارحة كذا وكذا, أي يفضح نفسه. ولذا على الأخ هذا أن يستر على نفسه فلا يحدث أقرب الناس إليه ولا يحدث أحدا أبدا بهذا الأمر. وعليه أن يصدق الله في التوبة, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا يعني كما في سورة التحريم. يبقى التوبة تكون صادقة مع الله جل وعلا. ويا أخي اعلم أنك لو تبت إلى الله جل وعلا وأخلصت التوبة لله جل وعلا وصدقت النية بإذن الله جل وعلا وأخلصت القصد لله جل وعلا وسألت الله جل وعلا أن يغفر لك واستشعرت مرارة الذنب, فاعلم أن تلكم هي حلاوة التوبة, أن تلكم هي حلاوة التوبة. وتذكر قول الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب, أيضا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم إلى آخر الآيات الكثيرة. وأذكرك أيضا بهذا الشق من الحديث القدسي الصحيح عند أحمد وعند غيره, يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لذلك أقول لك لابد وأن